اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي صوتك شوي. الشيخ وليد وياي. معاك وليد اتفضل. شنو موضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة بسيط جدا. مالك بن نويرة منع الزكاة فقلتم واستغلتم الموقف وقلتم أنه أراد إعطاء الزكاة لعلي بن أبي طالب وليس أبي بكر الصديق، لأن علي بن أبي طالب هو الخليفة الشرعي. فالسؤال، لماذا علي بن أبي طالب لم يأخذ الزكاة من مالك بن نويرة ويعصم دم مالك بن نويرة من القاتل؟ وانتهت القصة. تفضل. الحمد لله والشكر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يحفظكم. وليد الشيخ وليد، إذا أجاوبك يعني تخليني مستمر لو تنزلني يعني؟ لا لا تفضل تفضل جاوب، بس يا ريت إجابة في الأرض مش من المريخ لو سمحت. تفضل. أشكرك أشكرك. هو الخليفة الشرعي عند الله سبحانه وتعالى، ونصبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما اجتمعوا عليه الصحابة والمسلمين، ما اجتمعوا عليه، منهم المنافقون خذوها غصب، الصحابة خذوها غصب. ايه يعني ذاك الوقت كان أبا بكر هو الخليفة الشرعي، ايه، ومالك بن نويرة الله يرضى عليه كان صحابي، او بس اريد اوضح للاخو المشاهد، كان صحابي وعمر قتله لان ما دفع الزكاه. انت برر لي شلون، ليش قتله لان ما دفع الزكاه، وشنو وين يروح يعني مصير مالك بن نويرة وعمر بن الخطاب؟ تفضل. هو فين الجواب؟ تسمعني لو لا؟ فين الجواب؟ فين الجواب؟ كاتمني لو كاتمني؟ فين الجواب؟ فين الجواب؟ الجواب ما كان يعني ما اجتمعوا عليه، ما هو خليفة شرعي بس ما تنصب، ما تنصب. طب إيه؟ كان سؤالي ايه لو سمحت؟ السؤال بتاعي كان ايه؟ الصحابة بس. السؤال بتاعي كان ايه؟ شلون؟ السؤال كان ايه بتاعي؟ السؤال اللي انا سألته كان ايه؟ اي السؤال قلت لك ما اجتمعوا عليه الصحابة، يعني بس خليفة شرعي منصب من الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك. مش بقول لك يا اخوانا النهاردة يوم اللف والدوران. يوم اللف والدوران النهاردة. ما هتلاقوا اجابة مقنعة اساسا. ولا هتلاقوا إجابة أساسا، كل اللي يدخل عايز يغير الموضوع، زي أبو رباط اللي من شوية يقول لك تديني دقيقة أربط الأحداث بس، يا عم جاوب على السؤال، وأنا أفضل قصة أمنا الغولة هي، ده أنتم بواخ،